السلام عليكم. حسب ما جاء في النشرية الجوية الخاصة الصادرة عن الديوان الوطني للأرصاد الجوية، استمرار تساقط الأمطار الرعدية بغزارة وكميات معتبرة، كمية الأمطار تتراوح بين 40 و 60 ملم، وقد تتعدى 80 ملم محلياً لغاية 9 من ليلة اليوم الخميس على الأقل. الولايات المعنية هي تبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدا، عنابة، الطارف، عين الدفلة، المدية، البليدة، البويرة، سطيف، برج بوعريرب، ميلة، قسنطينة، قالما سوق هراس. شكراً على المشاهدة.